السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا درس جديد معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، اشرب بكم. واليوم احنا عندنا درس جديد حول مقدمة اسأل روحك طبعا غناء الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم والحان الملحن الكبير محمد الموجي رحمهم الله. وهذه راح تبدي ناخذها من درجة الصول، راح تكون أصابعها طبعا تشوفها هي حتى من الحجاز داخل من أدري شوفها هسه راح تبدي عندك من تبدي بيها هنا ايش راح يصير عندك صول ديز سي لا صول صول ديز لان الصول بيمول هنا يصير بس عندك لا 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 سي لا صول لا سي لا صول لا سي سي لا صول لا صول فا لا صول فا لا صول فا مي اوكي بعدين مي 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 با مي 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 فا مي ري مي فا مي ري مي فا فا مي ري دو سي لا أول قضية عندك أنت تأخذها في أغنية أم كلثوم لازم بداية تكون عندك تمرين. هذا يسألك. بدايتك لازم تكون من دخولك، يعني أنا في الحقيقة بديتكم من هذا الفاصل الموسيقي اللي عرضته طبعا أسفي تحت الفرق العربية. ف فقط انه تتعلم هذه البداية حتى نكمل لكم بعدين الاغنية كاملة، لكن انت تبدي واضح؟ فهاي يحتاج لها كلها تمارين في المقدمة الموسيقية للفنانة الكبيرة أم كلثوم ومحمد الموجي هذا الملحن الخطير. فأنت يحتاجك أنه تتمرن كثير، وبالحقيقة حتى أضيف لكم لهذا الأغنية يحتاجك أنه تتمرن دائما حتى تقوي نفسك الريش. لذلك يحتاجك انت تتمرن على الاصابع قبل ما تبدي في هذه المقدمه، او قبل ما انه انزل لكم فيديو اخر بالمقدمه كامله اسال روحك. ففقط انه تبدون تتمرنون وتهيئون نفسكم حتى نقدر انه نبدي في الاغنيه. هذا فشي بسيط حتى تقوى اصابعكم به لاغنيه اسال روحك. تابعوني بالفيديوهات الجديده وراح تلاحظون انه اكو اختلاف كثير في عمليه التمرين وطريقه التمرين والتعلم. وأضيف لكم أنه عندي دورات موسيقية اللي هي أونلاين، موجود رقم الهاتف أسفل الفيديو، أونلاين لكل دول العالم إضافة إلى أنه أذهب إلى بيت الطالب اللي هو في بغداد. تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم، وتابعوا هذه قناتي راح تفيدكم كثير، وخاصة أحبابنا من كل وطن عربي وأحبابي من وطني الغالي العراق، حتى نقدر نعلمكم بالعود. والاشتراك شهري 8 محاضرات في الشهر 8 محاضرات قابلة للتجديد وباشتراك شهري. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.